فادعوا له بالمغفرة والرحمة ولأسرته الصغيرة بالصبر والثبات والدعاء له. أبناؤه إخوانه لاحظتهم في الصباح يعزون أصدقاءه لأن له أصدقاء كثر يحبونه والحمد لله. حضوركم اليوم دليل أنكم تحبون هذا الرجل، هذا الرجل الذي كان بشوشا في علاقته، فادعوا له بالرحمة والغفران وأن يتغمده الله بواسع رحمته في هذا اليوم المبارك يوم الجمعة. وصلى عليه شهود الدنيا وشهود الآخرة. رشيد نودعك وإن كنا لا نعوضك، أنت وحيد وأنت كما كنت في حياتك عزيزا، ها أنت اليوم تذهب إلى ربك عزيزا مكرما، وإنا لله وإنا إليه راجعون.